بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب المرحلة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي لطلبة المدارس اللغات، أحييكم. معاكم المستر أحمد محمد النبوي من مدرسة إسماعيل الحبروك الرسمية لغات البحيرة دمنهور، والنهاردة عندنا درس جديد في الجيومتري، درس اسمه ميد بوينت أوف لاين سيجمنت. اسمه إيه؟ ميد بوينت أوف لاين سيجمنت. طبعا في عندنا بناخد الدرس ده على الكوردينيت بلين او على الكوردينيت اكسس. each point has two coordinates. each point has two coordinates. يعني لو عندي هنا لاين سيجمنت اسمها A B line segment. ال A الكوردينيتس بتاعتها X1 Y1. طبعا X1 Y1 هيبقوا في المسائل هيبقوا numbers او symbols، يا numbers يا ايه symbols. ال B X2 Y2. ال midpoint of line segment ممكن نرمز له بال C، يعني C هنا midpoint of ABC is midpoint of AC AB. C midpoint of AB. هنا الكوردينيت بتاع ال C بيساوي ايه؟ حاجة سهلة جدا، هنجمع الكوردينيتس اوف اكس اللي هي اكس 1 واكس 2 ديفايدد 2، يعني زي ما تكون بتجيب الارثماتيك مين بتاعهم مجمعهم على 2، الصم بتاع الاكس 1 والاكس 2 اوفر 2، وكذلك الكوردينيتس اوف واي اللي هي الواي 1 بلس واي 2 اوفر 2. يعني الميد بوينت ببساطة كده ان انت بتجمع الاكس مع بعض اوفر 2، الصم اوف اكس كوردينيتس اوفر 2، والصم اوف واي كوردينيتس اوفر 2. طبعا ده قانون واحد في الدرس وقانون سهل قوي، نعمل بلس وديفايدد 2. طيب تعال نشوف كده مساله ونشوف الحل بتاعها هيمشي ازاي او طريقه الحل ازاي. هنا السؤال بيقول لي find the midpoint of AB line segment in each of the following. عندنا 4 examples. طبعا هنا عاملين اسئله كتيره كده عشان الطلبه تعرف طريقه الحل وتطبقها، لما نعرف طريقه الحل ونطبقها كتير هنلاقي الموضوع سهل قوي. Find midpoint of AB in each of the following. طيب ال first example A equal 5 and 7، يعني ال X 5 وال Y 7، و B equal 1 and 3. طيب عايزين بقى نجيب C. هتقول لي يا مستر هنعمل ايه؟ هنعمل حاجة سهلة أوي، هنعمل plus و divided 2، يعني 5 plus 1 over 2 و 7 plus 3 over 2. الاول نعمل البلس 5 بلس 1 6 اوفر 2 ايكوال 3، وبعدين نعمل 7 بلس 3، نعمل بلس الاول 7 بلس 3 يبقى 10 اوفر 5 ايكوال ايه؟ 10 اوفر 2 ايكوال ايه؟ 5. سهله. من تاني كده نقول تاني الفكره، نعمل بلس للاكس 5 بلس 1 6 اوفر 2 ايكوال 3، وبعدين نعمل بلس للواي 7 بلس 3 10 اوفر 2 ايكوال 5. طبعا البوينت على بعضها هنا ديت الاثنين دول الاكس والواي اسمهم كوردينيتس اوف بوينت. كوردينيتس اوف بوينت الكوردينيتس هنا المقصود بيهم الاكس والواي. طب السكند اكزامبل A ايكوال نيجاتيف 1 و 9 والبي ايكوال نيجاتيف 5 و A و 3، يبقى C ايكوال هنعمل بلس نيجاتيف 1 بلس نيجاتيف 5 طبعا اوفر 2، والواي 9 بلس 3 اوفر 2. نيجاتيف 1 بلس نيجاتيف 5 ايكوال نيجاتيف 6، نيجاتيف 6 اوفر 2 يبقى نيجاتيف 3، وبعدين 9 بلس 3 ايكوال 12 ديفايدد 2 ايكوال ايه؟ ايكوال 6. واحد يقول لي يا مستر هي دايما تطلع انتجر؟ لا عادي، ممكن تطلع فراكشن، يعني ممكن تطلع الناتج فيه هاف او ثيرد او 3، يطلع فيه اي ارقام سواء كانت انتجر او فراكشن او اي نوع من انواع الايه النمبرز. يبقى احنا خدنا مثالين وطبقنا عليهم ايه فكره القانون. لو حد ما حضرش معانا من الاول ممكن نقول القانون من تاني كده. عنوان الدرس الميد بوينت اوف لاين سيجمنت. لو السي ميد بوينت اوف لاين سيجمنت اي بي يبقى الكوردينيتس اوف سي اللي هي ميد بوينت اوف اي بي. لو عندي كوردينيتس اوف اي اكس 1 واي 1 والكوردينيتس اوف بي اكس 2 واي 2 يبقى الميد بوينت السم اوف اكس كوردينيتس اوفر 2، يعني اكس 1 بلس اكس 2 اوفر 2،
وال الكوردينيتس اوف y اوف t ايكوال y1 بلس y2 اوفر 2. بكل تبسيط كده نعمل بلس للx اوفر 2 وبلس للy اوفر 2. المسألتين اللي احنا حليناهم find the midpoint of AB in each of the following. اعطينا الـ A 5 و 7 والـ B 1 و 3، عملنا بلس للx يبقى 6 اوفر 2 3 وبلس اوفر 2 ايكوال 5. Second example negative 1 negative 5 negative 6 اوفر 2 negative 3 و 9 بلس 3 12 اوفر A 2 ايكوال 6. Another example في عندنا مسألة كمان للـ A C 1 والـ B 0 4. طيب هندي فرصة كده للطلبة يحلوا اكزامبل 3 واكزامبل 4 وبعدين نراجعهم الايه النواتج مع بعض. يلا نحل كده مع بعض الـ A 31 والـ B 04 والاكزامبل الرابع 4 و نيجاتيف 5 و B نيجاتيف 4 و A و 5. يلا نحل كده. في مريم فيكتور جابت إجابة الأولى 3 اوفر 2 5 اوفر 2. برافو مريم، سريعة جدا ما شاء الله عليك يعني. يلا بقيت الطلبة تتفاعل، يلا نشتغل، يلا نحل. نور حلت برضو، برافو عليك يا نور. كنزي راجع البلس ثانية، كنزي بتعمل لي بلس للإكس أوفر 2 وبلس للواي أوفر 2. كنزي راجع تاني، كنزي أنت بتعمل لي الـ A اللي هي 3 1 بلس 0 4، بنعمل بلس للإكس 0 بلس 3 أو 3 بلس 0 أوفر 2، وبتعمل بلس للواي 1 بلس 4 يبقى 5 اوفر 2. يعني هنا مفيش ماينس زي الديستنس. طبعا القانون ده مختلف عن الديستنس يا جماعه. الديستنس طبعا مختلف لان انت بتجيب ديستنس بين تو بوينتس، فبيبقى في سكوير روت وفي ديفرنس بين الاكس كوردينيتس بار 2 وديفرنس بين واي كوردينيتس بار 2، فالقانون مختلف جدا. هنا قانون ملوش علاقه بالديستنس، بنعمل بلس للاكس اوفر 2 والواي اوفر 2. ماشي يا كنزي، راجع بقى ال 3 و 4 بسرعة وقولي الإجابة تاني معلش. يلا علي تمام، برافو عليك. زياد حل 4 وعلي حل 4 0 0 وزياد حل 4 0 0. جانا برضو راجع الإجابات تانية. جانا نور حلت 4 0 0. نرجع تاني المسألة عشان نشوف كده الإيه الارقام، لان في بعض الطلبه بتحسب غلط. الاكزامبل الاولاني والثاني والثالث والرابع تاني كده مع بعض. احنا كنا حلينا الاولاني، بنعمل بلس للاكس يا جماعه، بلس للاكس 5 بلس 1 ايكوال 6 ديفايد 2 3 و7 بلس 3 10 اوفر 2 ايكوال 5. في السؤال الثاني نيجاتيف 1 بلس نيجاتيف 5 نيجاتيف 6 اوفر 2 نيجاتيف 3 و9 بلس 3 ايكوال 12 اوفر 2 6. هنا السي في السؤال بقى الثالث الاكزامبل نمبر 3، هنعمل بلس لل 3 و 0 يبقى 3 اوفر 2. وبعدين 1 بلس 4 5 اوفر 2. في بعض الطلبه كاتباها كده 1.5 و 2.5. طبعا دي اجابه صحيحه بس دي انذر فورم اوف ذا نمبر، يعني شكل ثاني للنمبر. الشكل الاولاني ده بنسميه فراكشن او امبروبر فراكشن، وده بنسميه ديسم الايه نمبر. السؤال الرابع في نور وعلي حالينه صح. طبعا هنا الاكس كوردينيتس اديتيف انفرس يبقى الصم بتاعهم 0 اوفر 2 ايكوال 0، والواي اديتيف انفرس يبقى الصم بتاعهم برضو ايه 0 اوفر 2 ايكوال 0. ده معناها ان ما يكون الاوريجن بوينت او 0 0 هي الميد بوينت، يبقى اكيد الاكس والواي اديتيف انفرس، بيكون اكيد الاكس والواي ايه اديتيف انفرس. ماشي كده تمام. طب نيجي على المساله او المثال اللي بعدها. السؤال اللي بعديه بيقول لي اف سي ميد بوينت اوف اي بي لاين سيجمنت. اف سي از ميد بوينت اوف اي بي لاين سيجمنت فايند اكس اند واي ان ايتش اوف ذا فولوينج. طيب هنعمل ايه بقى في السؤال ده؟ طبعا احنا عندنا قانون واحد في الدرس اللي هو الايه الميد بوينت اوف لاين سيجمنت، بنعمل بلس للاكس اوفر 2 وبلس للواي اوفر اي 2. طب مين هنا الميد بوينت جيفن؟ الجيفن ان السي هي الميد بوينت، فهنكتب السي ميد بوينت اللي هي اكس اند 3.
equal. هنعمل بلس للاكس في الاي والبي. طب بلس للاكس في الاي والبي هيبقى كام؟ هيبقى 3 بلس 1 اوفر 2 ايكوال 2. وبلس للواي هيبقى واي بلس 5 او 5 بلس واي هي هيها اوفر 2. واحد قال لي طب افرض انا بدلت يا مستر كتبتها 5 بلس واي هي هي. ليه؟ لان الادنج كوميوتاتيف يعني ينفع نبدل فيه. طبعا من هنا واضح الاكس ايكوال كام على طول، واضحه الفيرست بروجكشن ايكوال الفيرست. كنا واخدينها في درس اسمه الكارتيزيان برودكت في اول درس في الالجبرا، الفيرست بروجكشن ايكوال الفيرست يعني اكس ايكوال 2، والسكند بروجكشن ايكوال السكند يعني واي بلس 5 اوفر 2 ايكوال 3. واحد يقول لي طبعا مستر هنعمل او هنحسب الواي ازاي؟ هنعمل كروس مالتيبليكيشن، هتبقى الواي ايكوال 2 ملتبلاي 3 ونودي ال 5 الناحيه الثانيه بالايه؟ بالماينس. يعني هتبقى واي بلس 5 ايكوال 2 ملتبلاي 3 6، وتبقى الواي ايكوال 6 ماينس 5 ايكوال ايه؟ 1. ده كده ايه الاكزامبل الاولاني. نقوله ثاني كده، if a ايكوال c اند 5 وb ايكوال 1 وy وc ايكوال x اند 3 and the value of x and y. يبقى ايه الطريقه؟ هو عطيني جيفن في السؤال لازم نستخدمه طبعا. C is midpoint of AB line segment. C is midpoint of AB line segment. Find X and Y. يبقى C اللي هي X و 3 في الجيفن equal 3 plus 1 over 2 يعني equal 2 Y plus 5 over 2. هنعمل الفيرست بروجكشن equal الفيرست بروجكشن يبقى الـ X equal 2، والسكند بروجكشن ايكوال السكند يبقى واي بلس 5 اوفر 2 ايكوال 3، يبقى ذن واي بلس 5 ايكوال 6، يبقى اذن واي ايكوال 1. ماشي كده؟ طيب نيجي بقى للاكزامبل الثاني. بيقول لي a ايكوال نيجاتيف 4 واي و b ايكوال 1 و 7 و x ايكوال c ايكوال x اند 1. a ايكوال نيجاتيف 4 اند y، b ايكوال 1 and 7 و C equal X and 1. Find X and Y. تعالى كده نحاول كده ندي فرصة للطلبة يحلوها، نكتبها بسرعة كده في الكراسة معانا ونبدأ نحل. يا ريت نكتب عشان الطلبة اللي هي ما بتكتبش ممكن تكون سبب اللخبطة في الحل ان هو ما بيكتبوش. لأن فكرة هنا الدرس سهل أوي. الميد بوينت درس سهل أوي. نور حلت إكزامبل 2 بتقول إن الـ X equal 3 over 2. ماشي هنقول جيب الواي يلا نكمل. يلا الطلبه تكمل تشتغل، ويا ريت يكونوا بيحلوا بورقه وقلم كده عشان يسجلوا الاجابات والقوانين والحل. نور جابت الواي نيجاتيف 5، زياد اكس مش عارف هو كاتب النيجاتيف دي غلط ولا صح، نيجاتيف 3 اوفر 2. زياد كاتب السؤال يا زياد ولا بتحله كده؟ زياد لا زياد صح. انا لو عملنا بلس للاكس هيبقى نيجاتيف 4 بلس 1 نيجاتيف 3 اوفر 2، يبقى زياد هو اللي مظبوط. راجع بقى نور انت ارقام عندك او هنراجع الاجابه بتاعتك نشوف كده هل هي انت كاتباها 3 اوفر 2 ولا نيجاتيف 3 اوفر 2. نور لا نور كتبتها تاني نيجاتيف 3 اوفر 2 ونور نيجاتيف 5، يبقى انا اللي كنت عليها غلط. جانا واي بنيجاتيف 6، علي اكس نيجاتيف 1.5 واي نيجاتيف 5. طيب تعالى بقى نراجع الاجابات ونشوفوا ايه الاجابه الصحيحه. هو طبعا في طلبه كتيره مجاوبه صح. تعالى نشوف نمبر 2، احنا حلينا نمبر 1 خلاص. هنا في السؤال بيقول لي ايه؟ if c is midpoint of AB line segment find x and y. يبقى c جانا يعني اكيد ما بتكتبش القانون، يعني لان انت بتعملي بلس للرقمين وخلاص، يعني انت جايبه الواي بنيجاتيف 6 يبقى اكيد ما عملتيش بديفايدد 2. المفروض c اللي هي x و y جانا ايكوال
negative 4 plus 1 over 2. Negative 4 plus 1 يبقى negative 3 over 2. والبلس بتاع الواي اللي هي y plus 7 over 2. ماشي، يبقى زين الفيرست بروجكشن ايكوال فيرست يعني اكس ايكوال نيجاتيف 3 اوفر 2، والسكند ايكوال السكند يعني واي بلس 7 اوفر 2 ايكوال 1. هنعمل برضو كروس، يبقى واي بلس 7 ايكوال 2، يبقى زين واي ايكوال 2 ماينس 7، يبقى الواي ايكوال نيجاتيف 5. ودي كانت اجابه نور وعلي واكثر من طالب حلها صح يعني. ماشي كده. طيب تعال نشوف الاكزامبل اللي بعده. بيقول لي اف سي از ميد بوينت اوف اي بي والسي ايكوال 3 اند 1 والاي ايكوال 1 اند 1، فايند ذا بوينت بي. طبعا السؤال ده بيجي في الامتحانات كتير. ليه؟ هو انا مش عاطي لك البي الكوردينيتس بتاعتها ايه. طبعا السؤال هنا ساعات يقول لك فايند ذا كوردينيتس اوف ذا بوينت بي. كلمه كوردينيتس اوف ذا بوينت بي معناها الاكس والواي بتاعت البي، يعني هات الاكس والواي بتاعت البي واكتبها از اوردرد بير. واحد يقول لي يا مستر طب انا مش عارف البي هنعمل فيها ايه. فهنعمل زي السؤال اللي فات، هنفترض انا ان البي ايكوال اكس اند واي، ونبدا نحلها زي السؤال اللي فات. يعني نكتب ايه؟ ان السي ميد بوينت اوف اي بي، السي ميد بوينت اوف اي بي، فهتكون السي اللي هي 3 اند 1 ميد بوينت اوف اي بي، يبقى نعمل بلس للاي والبي، يبقى اكس بلس 1 اوفر 2، ونعمل بلس للواي تبقى واي بلس 1 اوفر 2 ايكوال 3 اند 1. وبعدين هنطبق نفس الفكره اللي احنا خدناها المره اللي فاتت، اللي هي ناخد الفيرست بروجكشن ايكوال الفيرست بروجكشن، يعني x plus y over 2 equal 3، يبقى زين x plus y equal 6، يبقى زين x equal ايه 5. كده يبقى انا عرفت الايه الx. والسكند بروجكشن equal السكند بروجكشن، يبقى y plus 1 over 2 equal 1، يبقى y plus 1 equal 2، يبقى زين y equal 2 minus 1 equal 1. كده عرفت الكوردينيتس اوف بوينت بي. الكوردينيتس اوف بوينت بي احنا قلنا المقصود بيها الاكس والواي. لما نكتب البي هنكتبها از اوردرد بير، الاكس 5 والواي بايه 1. لو انت عايز تعمل تشيك يور انسر، يعني تتاكد ان انت اجابتك صح، اعمل بلس للاي والبي اوفر 2. لو طلعت السي يبقى انا اجابتي اكيد صحيح. يعني تشيك على الاجابه بتاعتك او تتاكد منها او تتحقق منها، يعني تشيك ايه يور انسر. ايه تمام الفكره دي ولا نعيدوها؟ نعيدوها تاني. اف سي از ميد بوينت اوف اي بي لاين سيجمنت، واعطينا السي جيفن 3 1 والاي جيفن 1 1، فايند ذا بوينت اوف بي او فايند ذا كوردينيتس اوف بوينت بي. طبعا الكوردينيتس اوف بوينت بي انا مش عارفهم الاثنين، يعني مش عارف الاكس ومش عارف الواي، فبنفترضهم بي ايكوال اكس اند واي. وبعدين نطبق القانون. ايه القانون؟ السي ميد بوينت، يبقى السي اللي هي 3 1 ايكوال اكس بلس 1 اوفر 2 واي بلس 1 اوفر 2. وبعدين فيرست بروجكشن ايكوال فيرست، يبقى اكس بلس 1 اوفر 2 ايكوال 3، يبقى زين اكس بلس 1 ايكوال 6، يبقى زين اكس ايكوال 5. اند واي بلس 1 اوفر 2 اللي هي الواي كوردينيتس او السكند بروجكشن ايكوال 1، يبقى زين واي بلس 1 ايكوال 2، يبقى زين واي ايكوال ايه 1. يبقى الكوردينيتس اوف بوينت بي ار 5 اند 1 اند ذا بوينت بي ايكوال 5 اند 1. ماشي كده تمام الفكره دي. نيجي بقى للسؤال ده، سؤال جميل جدا برضو، في فكره حلو. اف اي بي از دايمتر ان سيركل اند اي ايكوال 1 اند 7 وبي ايكوال 3 اند نيجاتيف 1، فايند ذا كوردينيت أو coordinates، المفروض coordinates of its center
and its radius length. طبعا السؤال في جزئين. السؤال الاولاني عايز ال coordinates of its center. طب السنتر ايه علاقته بالديامتر؟ center of the circle is midpoint of diameter. طبعا دي معلومة قديمة واخدينها قبل كده. center of the circle is midpoint of diameter. يبقى انا زي ما اكون هنا عايز نجيب الميد بوينت اوف اي بي اللي هو الديامتر. نقولها تاني كده. center of the circle is ميد بوينت اوف اي ديامتر. طب الميد بوينت انا مش عارف سميه اي اسم، سميه سي، سميه ام، اي حاجه، سميه ام بس. طب هنجيبها ازاي؟ هنجيب ميد بوينت اوف اي بي. يلا كده نجيبها كده في ثانيه ونقول الاجابه بتاعتها اللي هي السنتر اوف ذا سيركل، علشان عندنا مطلوب تاني اللي هو الراديوس لينس. عندنا مطلوب تاني اللي هو الايه؟ الراديوس لينس. يلا نجيب السنتر اوف ذا سيركل. جانا اعملي بلس وديفايدد تو. جانا عشان انت بتعمل بلس بس. جانا بلس وديفايدد تو، بلس وديفايدد تو. علي جاب جانا جاب السنتر 2 3 وعلي جابه 2 4 وزياد جابه 2 3 ومريم 2 3 وكنزي 2 3 ونور 2 3. طيب تعال نرجع للسؤال تاني كده عشان نشوفه الاجابات الصحيحه. احنا قلنا هنا معلومه والطلبه استخدمتها ممتازين جدا. ايه هي المعلومه؟ ان السنتر هو الميد بوينت اوف دايمتر. السنتر هو الايه؟ هو الميد بوينت اوف دايمتر. السنتر سميناه ام. السنتر سميناه ايه؟ ام. يبقى الام هتبقى الميد بوينت اوف اي بي. هنعمل بلس وديفايدد 2. 1 بلس 3 4 ديفايدد 2 ايكوال 2 و7 بلس نيجاتيف 1 6 اوفر 2 3. طبعا اغلب الطلبه او يمكن كلهم جايبين الاجابه صح. ام ايكوال 2 اند 3. الطلبه اللي عملت غلط بس ممكن يكون ما خدش باله من نيجاتيف 1 او عملها ماينس زي الديستنس. واحنا قلنا هنا طبعا الدرس ده مختلف عن الديستنس كقانون وكحل. ماشي كده؟ يبقى ده الام. طيب فاضل بقى مطلوب تاني، عايز الراديوس لينس. الراديوس هنا ليه تلات طرق؟ هتقول لي ازاي يا مستر بالتلات طرق؟ الديستنس بتوين، طبعا لو رسمت سيركل كده ودايمتر وادي السنتر ام، ممكن نجيب اللينس اوف ام ايه؟ واحد ممكن يقول لي طب ما انا ممكن نجيب الام بي، واحد تالت ممكن يقول لي طب ما هي ممكن تكون هاف الاي بي. يعني هنا عندنا كام طريقه؟ تلات طرق. يا اما نجيب ام اي الديستنس بتوين ام اند اي، او الديستنس بتوين ام اند بي، او هاف الاي بي. يعني نجيب الاي بي كلها الديستنس بتوين اند بي ونجيب الهاف بتاعها. انا هحلها بطريقه وشوف كده ايه. جرب انت يعني الطلبه تجرب تشوف هل لو جابوا باي طريقه من الطرق اللي احنا قلناها الثانيه ديت هتطلع نفس الاجابه ولا لا. ام اي هتبقى 1 ماينس 2 بار 2 بلس 7 ماينس 3 بار 2 اللي هي قانون الديستنس بقى اللي احنا خدناه الدرس اللي فات، اللي هي اكس 2 ماينس اكس 1 بار 2 بلس واي 2 ماينس واي 1 بار 2 هيطلع ايكوال روت 17. طبعا دي ب 1 ودي 16 يبقى دي هتبقى روت ايه؟ 17. ماشي كده؟ برضه نجرب كده ونشوف الايه؟ هل لو انا اخترت او جبت طريقه ثانيه الام بي هل هتطلع صح؟ هل لو جبت هاف الاي بي هتطلع برضو صح نفس الاجابه؟ طبعا التجربه هي اللي بتؤكد فكره الحل، يعني لما نجرب كده بيبين ان الحل صح ولا لا. طيب سؤال تاني. طبعا في السؤال اللي فات ده ممكن يطلب حاجتين كمان اللي هو طلبهم، يعني بالنسبه للسيركل ممكن يطلب الاريا اوف سيركل اللي هي باي ار سكوير
او السيركمفيرنس اوف سيركل اللي هي 2 باي ار. فضروري نكون عارف اللي ايه القوانين بتاعت السيركل طالما موضوع السيركل جه في السؤال فممكن يسال اي سؤال في السيركل تاني. الاريا باي ار سكوير والسيركمفيرنس 2 باي ار. السؤال بعدها بقى مهم قوي، سؤال قوي يعني، بيقول لي بروف ذات تريانجل اي بي سي از ايسوسيلس وفايند اتس اريا. بروف ذات التريانجل اي بي سي از ايسوسيلس. في الدرس اللي فات كنا واخدين برضو فكره ان انت تعمل بروف للتريانجل ان هو ايسوسيلس او ايكوالاترال او سكالين ازاي. طبعا هنا الطريقه بتاعتها ان احنا لازم نجيب السايد لينسز، لازم نجيب السايد ايه لينسز. هنستخدم القوانين بتاعت الدرس اللي فات اللي هو قانون الديستنس. هنجيب اللينس اوف 3 سايدز، ايه هما؟ الاي بي والبي سي والاي سي. هو بيقول لي بروف ان الترانجل اسوسلس. ايه هو تعريف الاسوسلس ترانجل؟ It is a triangle has two sides equal in length. فلازم نعمل بروف ان في two sides equal in length. يلا هنجيب الاول اي بي هتبقى روت 3 ماينس نيجاتيف 1 تبقى بلس 1 بار 2 بلس 1 ماينس 4 بار 2. البي سي هتبقى روت نيجاتيف 5 ماينس 3 بار 2 نيجاتيف 5 ماينس 3 بار 2 بلس 1 ماينس 1 بار 2. وبعدين اي سي هتبقى نيجاتيف 5 بلس 1 بار 2 بلس 1 ماينس 4 بار 2. ونستنس عشان نعمل بروف ان الترانجل السوسلس. اول واحد هتطلع 16 بلس 9 25 روت 25 ب 5. البي سي هتطلع نيجاتيف 8 بار 2 يعني 64 روت 64 ب 8 طبعا 1 ماينس 1 0. الاي سي هيطلع نيجاتيف 5 بلس 1 بار 2 16 1 ماينس 4 بار 2 9 برضه هتطلع زي روت 25 ايكوال 5. طبعا هنا دي يونت لينس ودي يونت لينس ودي يونت لينس 5 يونت لينس وهنا ال 8 يونت لينس وال 5 يونت لينس. هنا في سايدين ايكوال واضحه ان هم الاي بي والاي سي. هنقول له سنس ان الاي بي equal AC then the triangle ABC is A isosceles. عبد الله مستر ده احنا ما استخدمناش الميد بوينت خالص يعني الدرس ده ما عداش في السؤال. هنا في سكند ريكوايرد ممكن يجيبه بطريقتين. ممكن يقول لك ايه find the length of perpendicular drawn from the vertex to the base. طب لو احنا رسمناها كده مثلا كروكي يعني. ادي الترانجل اهو اسوسيلس ادي ايه وادي بي وادي سي. طبعا واضح ان الاي بي ايكوال اي سي من اللي احنا حسبناه يعني دول التو ليجز والبي سي ده البيز ب 8 اللي هو قال لي find the length of perpendicular drawn from the vertex to the base. في عندي اكتر من طريقه. اول طريقه هنجيب الميد بوينت اوف بي سي. واحد يقول لي لا يا مستر الميد بوينت اوف بي سي معروف في حاجه اسمها كورولاريز اوف اسوسيلس ترينجل ذا بربنديكولار درون فروم ذا فيرتكس تو ذا بيس اوف اسوسيلس ترينجل بايسكت ذا بيس. يعني لو انا سميت البربنديكولار ده اي دي يبقى اكيد الدي ديت هتكون ميد بوينت اوف بي سي. دي هتكون ايه؟ وعادي يقول لي طبعا هنجيبها ازاي؟ هنجيبها بقى باستخدام الدرس بتاع النهارده اللي هو ميد بوينت اوف بي سي. هنعمل بلس للبي والسي ديفايدد 2 هتبقى 3 بلس نيجاتيف 5 تبقى نيجاتيف 2 اوفر 2 يبقى نيجاتيف 1 1 بلس 1 2 اوفر 2 ايكوال 1 يبقى كده
point D, point D equal negative 1 and 1. طيب فين بقى اللينسر برمانديكولار؟ لان ده سؤال لوحده ممكن يجي في الامتحان، يقول لك find the length of perpendicular drawn from the point A to BC. فمنجيب الميد بوينت بتاع البي سي ده، بس طبعا ده بشرط ان يكون الترانجل ايسوسيلس وان الاي هي الفيرتكس، ان هو يكون ايسوسيلس وان الاي تكون الفيرتكس. يبقى هنحسب اللينس بتاع الاي بي، اللينس اوف اي بتاع الاي بي قانون طبعا الديستنس، قانون الايه الديستنس، ماشي كده. طيب قانون الديستنس او يلا هيساوي روت، انا عايز نجيب الديستنس بتوين A and D، بالA given والD given، هتبقى negative 1 minus negative 1 يعني negative 1 plus 1 power 2 plus 4 minus 1 power 2 هتطلع equal 3. واحد يقول لي مثلا انت قلت ده في كذا طريقة، طبعا في كذا طريقة، ازاي بقى؟ احنا قلنا الاي دي ده بربنديكولار يعني بيسكت البيزي، وممكن نحسب ديت هاف الاي تبقى دي 4 ودي 4 على طول، ونحسب الاي دي بايسجلس هتبقى 5 بار 2 ماينس 4 بار 2 اندر سكوير روت هيطلع برضو ب 3، ماشي كده. فاضل مطلوب كمان للاريا اوف ترانجل، الاريا اوف ترانجل القانون بتاعها هاف بيز ملتبلاي هايت، الاريا اوف ترانجل ايكوال ايه؟ half base multiply height، البيز هنا 8 والهايت 3، البيز هنا ايه 8 والهايت ايه 3، يبقى half multiply 8 ب 4 multiply 3 equal 12 unit area، بس كده. نعيد الفكره من تاني كده، لان الفكره دي طبعا فكره مركبه. هتقول لي يعني مركبة يا مستر؟ يعني فيها درسين. ايه هما الدرسين؟ درس الديستنس بتوين تو بوينتس، ودرس الميد بوينت، وطبعا مدخل معاهم سكيلز قديمة اللي هي الاريا اوف ترينجل. تو بروف ذات ذا ترينجل از ايسوسيلس بروف ذات ذا تو سايدز ار ايكوال ان لينث، عشان نعمل بروف ان هو ايسوسيلس بنعمل بروف ان في تو سايدز ايكوال ان لينث. علشان نجيب الهايت هنرسم بربنديكولار فروم ذا فيرتكس تو ذا بيس. طبعا في الاسوسيلس ترانجل الهايت درون فروم ذا فيرتكس تو ذا بيس بايسكت ذا بيس، بايسكت ذا بيس، يبقى اكيد الدي ميد بوينت اوف بي سي. حسبنا جبنا الميد بوينت اوف بي سي اللي وسميناها بوينت دي، وجبنا الديستنس بتوين اي اند دي، ودي ساعات بتبقى مطلوب لوحدها في السؤال. بعد ما جبنا الاي بي سوري جبنا الاي دي، ديت المفروض اي دي على فكره غلط. يبقى الاريا اوف ترانجل هاف بيز ملتبلاي ايه؟ ملتبلاي هاي، ماشي كده تمام الفكره دي. نيجي للفكره اللي بعدها، بيقول لي بروف ذات اي بي سي دي از ا باراليلوجرام اف اي ايكوال 4 اند 3 وبي 0 2 وسي 0 نيجاتيف 1 ودي 4 و 0، ماشي. طيب ازاي نعمل بروف ان الكادريلاترال باراليلوجرام؟ احنا كنا واخدين في الدرس اللي فات طريقه اللي هي طريقه الديستنس. هتقول لي الديستنس يعني ايه يا مستر؟ هنجيب اللينس اوف فور سايدز اوف باراليلوجرام. If each two opposite sides are equal in length then the quadrilateral is a parallelogram. طب ايه الطريقه الجديده اللي احنا ممكن نستخدمها؟ الطريقه الجديده اللي هي التو diagonals bisect each other. التو diagonals ايه؟ بايسكت ايتش اذر، التو دياجونالز بايسكت ايتش اذر. طبعا واحنا في سنه 6 كنا واخدين طرق سوري واحنا في سنه اولى اعدادي، وفي سنه 6 برضو خدنا خواص الباراليلوجرام، وخدنا ازاي نعمل بروف ان الكادريلاترال از باراليلوجرام، هاو تو بروف ذات ذا كادريلاترال از باراليلوجرام. كان في عندنا بالسايز الاوبزيت سايز ايكوال ان لينث، الاوبزيت سايز بارلل، الاوبزيت انجلز ايكوال، الكونسيكيوتيف انجل سبلمنتري، تو اوبزيت سايدز بارل اند ايكوال، والطريقه اللي احنا هنستخدمها دلوقتي اللي هي التو دياجونالز بايسكت ايتش اذر. التو دياجونالز ايه؟ بايسكت ايتش اذر. طيب التو دياجونالز بايسكت ايتش اذر بالنسبه لنا في كام شكل؟ في اربع اشكال اللي هم المشهورين بالنسبه لنا، اللي هم البارلوجرام،
والسبيشال كيسز بتاعتهم الثلاثه اللي هم الريكتانجل والرمبس والسكوير. فهنا هنعمل ايه؟ هنجيب الاول عن السمع كروكي برضو كده التو دياجونالز اوف باراليلوجرام اللي هما مين ومين. لو الباراليلوجرام اسمه اي بي سي دي يبقى التو دياجونالز اسمهم اي سي وبي دي. هنجيب ميد بوينت اوف اي سي. هنجيب ميد بوينت اوف ايه؟ اوف اي سي اللي هو الدياجونال الاولاني يبقى 4 بلس 0 ب 4 over 2 equal 2 و 3 plus negative 1 يبقى 2 over 2 equal 1 يبقى midpoint of AC equal 2 and 1 ماشي كده. يبقى احنا عملنا ايه؟ عملنا plus the coordinates of A and C divided by 2 وبعدين نجيب ال midpoint of BD اللي هو second diagonal ادي البي وادي الدي 0 بلس 4 ايكوال 4 اوفر 2 ايكوال 2 و 2 بلس 0 ايكوال 2 اوفر 2 ايكوال 1. طبعا هنلاحظ ان الميد بوينت اوف اي سي هو الميد بوينت اوف بي دي ماشي كده. يبقى هنقول بقى سنس البروف بتاعي بقى سنس ان ميد بوينت اوف اي سي equal midpoint of BD يبقى اكيد ال two diagonals مالهم then AC and BD اكيد bisects each other. طب لو two diagonals bisect each other بنسمي الشكل ABCDA يبقى then ABCD is a parallelogram then A, B, C, D is A parallelogram. طبعا في مطلوب ممكن هو يطلبه لوحده ممكن يقول لك بروف ذات A, B, A, C and B, D bisect each other بس كده ما يقولكش بقى بروف ان هو A, B, C, D is a parallelogram. هتعمل ايه؟ هتعمل نفس الخطوات ما عدا طبعا الخطوة الأخيرة. لو قال لي بروف ذات A, C and B, D bisect each other هتجيب الميد بوينت اوف اي سي والميد بوينت اوف بي دي هيطلع ذا سيم بوينت نفس النقطه بالظبط. هتقول لي سنس ميد بوينت اوف اي سي ايكوال ميد بوينت اوف بي دي ذن اي سي اند بي دي بايسكت ايتش اذر. طبعا انا بقول لكم الصيغه المختلفه للسؤال علشان لو صيغه السؤال اتغيرت ما نقولش انا هنعمل ايه نبقى فاهم او عارف انا هنعمل ايه كويس. ماشي كده. السؤال اللي بعديه if a equal 1 and 1 و b equal 1 and 4 و c equal 6 and 4 و d equal 6 and 1 prove that a b c d is rectangle and find point of intersection of its diagonals. طيب ازاي نعمل بروف ان هو rectangle؟ احنا كنا واخدينها في الدرس اللي فات. هنجيب اللينس بتاع ال 6 sides ال 4 sides of rectangle وال 2 diagonals اللي هم اللينس اوف ايه؟ اللينس اوف اي بي واللينس اوف بي سي واللينس اوف سي دي واللينس اوف دي اي وال 2 diagonals اللي هم اي سي والبي دي. ماشي كده؟ طيب هنجيب اللينس اوف اي بي ازاي؟ عندنا الاي جيفن والبي جيفن هنستخدم قانون الديستنس. طبعا قلنا انا في اسئله تراكميه يعني ايه تراكميه يا جماعه؟ يعني ممكن نستخدم اكتر من قانون في نفس السنه في نفس السؤال او نستخدم قوانين سابقه خدناها قبل كده ونحل بقى السؤال. الاي بي هتبقى 1 ماينس 1 باور 2 1 minus 1 بار 2 بلس 4 minus 1 بار 2 دي طبعا حسابها سهل هتطلع كام؟ 3 يونت. السي دي السي اي بي
دي المفروض اسف دي المفروض اي بي بي سي. يلا البي سي عندنا بي جيفن والسي جيفن هتبقى 6 ماينس 1 بار 2 6 ماينس 1 بار 2 و 4 ماينس 4 بار 2 هتطلع بروت 25 يعني 5. نيجي على السي دي هتبقى 6 ماينس 6 بار 2 بلس 1 ماينس 4 بار 2 هتطلع برضو ايكوال 3. الدي اي او الاي دي هتبقى 6 ماينس 1 بار 2 بلس 1 ماينس 1 بار 2 هتطلع برضو بايه فاهم. ملاحظين هنا ان عندنا في الاي بي والسي دي ايكوال ان لينث والبي سي والدي اي ايكوال ان لينث. فاضل بقى نجيب التو دياجونالز اللي هم اي سي وبي دي. الاي سي هو الاي سي 6 ماينس 1 بار 2 بلس 4 ماينس 1 بار 2 هتطلع روت 25 بلس 9 كام 25 ل 34. انا البي دي هيطلع برضه 6 ماينس 1 بار 2 بلس 1 ماينس 4 بار 2 برضه هتطلع 25 بلس 9 روت 34. الله عايز هنا ايه؟ اتش 2 اوبزيت سايدز ار ايكوال اتش 2 اوبزيت سايدز ار ايكوال اند 2 دياجونالز ار ايكوال ان لينث. فهنكتب ايه سنس ست حاجات بقى AB equal CD ادي اول حاجة او اول سايد دي و BC equal DA و AC equal BD then ABCD is rectangle. طبعا احنا ما استخدمناش الدرس ده كله على الديستانس بين تو بوينتس. طيب واحد يقول لي بقى مستر طب فين الدرس ده؟ لا فايند انترسكشن بوينت اوف ايتس دياجونالز. هنجيب هنا الانترسكشن اوف ايتس دياجونالز الميد بوينت اوف اي سي. واحد يقول لي مستر انا عايز نجيب البي دي. هي هي او المفروض تطلع هي هي هي. هنعمل بلس وديفايدد تو 6 بلس 1 7 اوفر 2. طبعا ممكن واحد يكتبها 3 اند هاف او 3.5 و 1 بلس 4 اوفر 2 يعني 5 اوفر 2. ممكن حد يكتبها 2.5 او 2 اند هاف. ماشي كده. طيب سؤال تاني بقى ومهم قوي بيقول لي بروف ذات ترينجل اي بي سي از رايت انجل ترينجل اف اي جيفن 504 وبي جيفن 502 وسي جيفن 22 ذن فايند دي بوينت دي ويتش ميك اي بي سي دي از ريكتانجل. ازاي نعمل بروف ان الترينجل رايت؟ هنستخدم الكونفرس اوف بايثاغورس وهنجيب اللينث اوف 3 سايدز الاول. هنجيب اللينث اوف ايه 3 سايدز الاول. هندي فرصه للطلبه تبدا تحل معايا كده عشان ايه ما يناموش مني كده. الاول هنجيب اللينث اوف اي بي وبعدين البي سي وبعدين الاي سي. يلا نجيب الاي بي والبي سي وال اي سي. اللي بروف ذات ذا ترينجل اي بي سي از رايت انجل ترينجل هاتينا الاي ب 5 و 4 والبي 5 و 2 والسي ب 2 و 2 then find the point D which makes A B C D is the rectangle. الاي بي بكام؟ يلا نشوف الطلبه جابتها كام. الاي بي او اللينث اوف اي بي
في نور جابت الاي بي ب2. يلا بقى نجيب بقية السايدز. يلا نور ومريم فيكتور برضو جابت الاي بي ب2. نور جابت البي سي ب3. فاضل يا نور الاي سي. يلا بسرعة. وعلي جاب الاي بي ب2. مريم فيكتور. بس مريم اكتبي السري دي بتاعت ايه؟ يعني اهنو سايد اللي بسري. طيب. فاضل السايد كمان بس الطرامة ما جابتوش اللي هو الاي سي. يلا. نور جابت الاي سي. تمام كده نور روت 13. مريم زبطت نفسها البي سي بسري ماشي تمام. ومريم جابت الاي سي بروت 13 تمام برضو. تعال بقى نشوف ازاي نعمل بروف ان الترانجل ده ايه. رايت. طبعا الطريقه بتاعتها كنا واخدينها في السايد لينسز او في الديستنس بتوين تو بوينتس. جبنا الاي بي تبقى روت 5 - 5/2 بلس 2 - 4/2 ايكوال 2. بعدين البي سي هتبقى 2 - 5/2 3. طبعا يونت لينس الاي سي هتساوي 2 - 5/2 بلس 2 - 4/2 هتطلع روت 60. طريقة ان البروف ده الترانجل ده اسف طريقة ان الترانجل ده رايت. هنجيب الـ square of greatest side. square of greatest side اللي هو مين؟ AC. AC بار 2 equal اكيد 13. ونجيب الـ sum of squares of other two sides يعني AB square plus BC square. هتبقى 4 plus 9. هتبقى برضو ايه؟ 13. طيب ايه العلاقة بينهم؟ اكيد equal. واضحة جدا ان هم equal. هنقول له سنس ان اي سي سكوير ايكوال اي بي سكوير بلس بي سي سكوير. زين الترانجل اي بي سي از رايت. اد بوينت اي بي. هتقول لها مثلا العلاقه دي. طبعا هنا الجريت سايد هو الاي سي. الجريتست سايد هو الايه؟ الاي سي. يبقى الانجل الاوبزيت لي اللي هي الرايت اللي هي بوينت ايه؟ بي. بعد يقول لي ده مثلا ده في مطلوب مهم تاني ما جبناهوش اللي هو فايند بوينت دي ويتش ميك ذا فيجر اي بي سي دي از ريكتانجل. البوينت دي هنجيبها ازاي؟ طبعا البوينت دي احنا مش عارفينها ولا عارفين الاكس بتاعتها ولا الواي. فهنفترض ان الكوردينيتس بتاعتها اكس وواي. وبعدين احنا قلنا في عندنا اربع اشكال مشهورين التو دياجونالز بايسكت ايتش اذر. مين هما؟ البارالوجرام، الريكتانجل، الرمبس، السكوير. فور كادريلاترز ذير دياجونالز بايسكت ايتش اذر. بارالوجرام، ريكتانجل، رمبس وايه؟ وسكوير. اكيد الميد بوينت اوف اي سي equal midpoint of BD. فهنجيب الميد بوينت اكتب له كده السنس ABCD is rectangle is A the given. يبقى then midpoint of AC equal A midpoint of A BD ماشي كده. طيب الميد بوينت بتاع الاي سي هنجيبها ازاي؟ هنجمع A بلس C اوفر 2. A بلس C اوفر 2. ال A بلس C يبقى 5 بلس 2. 5 بلس A 2 اوفر. كملها في الحد مش هتكمل. هتبقى A بلس B. A بلس C سوري اوفر 2 يبقى 7 اوفر 2.
و 4 بلس 2 يعني 6 اوفر 2 يبقى 7 اوفر 2 و 6 اوفر 2 يبقى هنا 7 اوفر 2 و 6 اوفر 2 هتكون ايكوال الميد بوينت بتاعت البي دي اللي هي اكس بلس 5 اوفر 2 و y بلس 2 اوفر 2 y بلس 2 اوفر 2 طبعا بالمقارنة كده على طول هنجيب ال x هتطلع ب 2 وال y هتطلع بكام ب 4 يبقى البوينت دي اكيد الكوردينيت بتاعها هيكون 2 و 4 طبعا هنلاحظ ان الدرس ده فيه اسئله كتيره مرتبطه بالدرس اللي قبليه ودي طبيعه ماده الماس ان هم ماده تراكميه يعني اي درس بيبقى مبني على اللي قبليه او مرتبط باللي قبليه ماشي كده ان شاء الله الحصه الجايه هنعمله ريفيجن على نفس الدرس اللي هو الميد بوينت هنعمله ريفيجن على الدرس اللي هو نفس الدرس اللي هو الميد بوينت ونحاول نكمل الافكار بتاعه الدرس لان في اكتر من فكره لسه ما خدناهاش على الرمبس وعلى السكوير وعلى انواع تانية من الترينجل زي الاوبتيوز انجل الترينجل وغيره طبعا شكرا لطلابي وارجو ان يكون يعني ربنا وفقنا واستفادوا من الحصه كويس وشكرا لكم ونقابلكم مع بعض ان شاء الله ونتقابلوا مع بعض ان شاء الله الحصه الجايه باذن الله.